من ضيفنا دكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب بجامعه جلاسكو بريطانيا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ حسن. ازي حضرتك؟ تشرفت بيك. بالنسبه لجراحات القلب المفتوح، خلينا نتعرف الاول ايه هي عمليات جراحات القلب المفتوح. طيب تمام ممتاز. اولا واحنا في الكليه طلبه صغننين، بما انك كنت قبل الهوا بتساليني انت متخرج من قريب، قلت لك ايوه، كنا مفروض مقرر علينا ان احنا نتفرج على العمليات، وكان يمكن حته القلب المفتوح دي باب مقفول كده، لان احنا ممكن ندرس. هي عمليات دقيقه وصعبه، وعايزه حد يبقى يعني عمل العمليات دي فتره طويله عشان بالزبط. يبقى على الاقل قاعد يشاهد لاول فتره طبعا. وبعدين وقف مساعد، وبعدين مساعد تاني، وبعدين مساعد اول، على ما يبقى هو لوحده هو اللي يشتغل الهيد بتاعهم. يعني عايز مثلا يكون عنده 40-45 سنه. ده حقيقي. اوكي، لو اتكلمنا عن عمليات القلب المفتوح، عمليات قلب معناها ان انا بعمل حاجه جوه القلب، ومفتوح عشان كان زمان في حاجه اسمها عمليات القلب المقفول، ما كانوش بيضطروا يفتحوا الصدر. خلينا نتكلم الاول عن الحاجه اللي بتحصل دلوقتي. عمليه قلب يعني رقم واحد لازم العيان ينام بنج كلي. انا هقول لك امتى نعمل عمليات للقلب، بس نتخيل كده اللي داخل يعمل عمليه قلب ده هيبقى عامل ازاي، وبعدين نقول هو ممكن يكون عنده ايه عشان يوصل للحركه دي، للمرحله دي طبعا. اوكي، اول حاجه ينام بنج كلي، خلاص بندي له حقنه ينام بنج كلي، وبندي له تنفس صناعي، وبنركب له انبوبه في الحنجره لحد القصبه الهوائيه عشان تدخل الهواء في النفس بتاعه وما يدخلش مكان الاكل، لان البق بيوصل على حاجتين، بيوصل على النفس وبيوصل على المريء عشان الاكل. دي رقم واحد. بعد ما ينام بنج كلي بنعقم المنطقه بتاعه الصدر دي بتادين او مطهر يعني، وبعد كده بنفتح فتحه في الجلد من تحت الرقبه هنا لحد اخر عظمه القص، عظمه القص اللي هي العظمه الخشب دي اللي انا لو عملت كده بخبط عليها، من اول هنا لحد فوق البطن يعني، فتحه طويله حوالي مثلا قول 30 سنتي او حاجه. وبعد كده اول طبعا ما بتفتح بيطلع دم، ففي حاجه بسيطه جدا كانت حتى اظن زمان بيستعملوها الكوي عشان تكوي الجرح، فبنستخدم اله كده بالكهرباء بقى، مش مكوه سخنه يعني، دي عشان تقلل كميه عشان الدم، عشان تقلل كميه الدم، بدل ما تقعد تنشف وتستنى الدم ما يوقف وبعدين تفتح تاني الجلد اللي تحته وبعدين تفتح مش عارف العضلات وبعدين لا، فانت بالمكوه كده تكوي، يقوم يحصل ان الجرح يتفتح، بس في نفس الوقت الاوعيه الدمويه تتجلط فالدم ما يطلعش منها، لحد ما تلاقي قدامك بعد ما تفتح الجلد والطبقه اللي تحت الجلد اللي فيها الدهون والعضلات تلاقي قدامك العظمه دي اللي هي عظمه القص. بنقوم نشرينها بمنشار. زمان ما كانش فيه منشار، فكان منشار يدوي او ازميل وشاكوش زمان قوي. دي حاجات بتخض يا دكتور. احنا هو ده هذا ما يحدث. لكن دلوقتي في منشار كهرباء بيتحط من اول العظمه هنا عند الرقبه كده الحته اللي دخلت ويتفتح، تبقى العظمه مفتوحه نصين لغايه ما نوصل للقلب. بعد ما نفتح العظمه نصين هتبقى برضو لازقه في بعضها كده، فلازم نبعدهم قوي عن بعض، فبنبعدهم بحاجه زي الاله كده زي الكوريك كده، بحيث انك كل ما تلفها تقعد تفتح 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 لحد ما تلاقي القلب قدامك وبيدق، وحواليه كيس ربنا خلقه عشان يحميه اسمه الغشاء الطاموري، والكيس ده جواه زيت زي ما تقولي زيت ملين عشان القلب ما يحكش في العظم وفي الحاجات اللي حواليه، والزيت ده بيتغير كل شويه، حاجه جميله قوي. تقوم انت فاتح الكيس ده والزيت ده يطلع مش مشكله، وتلاقي القلب قدامك. عندك حل من اتنين، لا اما تعمل العمليه القلب قدامك اهو خلاص والقلب شغال كده، لا اما توقف القلب. وهناك كثير من الجراحين دلوقتي في مصر بيعملوا عمليات بدون ان يوقفوا القلب، بيسموها عمليات القلب النابض. بس بتفرق ايه يعني، وامتى بنوصل لحاله ان احنا القلب النابض او حاله أو ان احنا نوقف القلب؟ طب تمام، انت امتى تحتاج انك توقف القلب؟ لو محتاج تعمل عمليه في حاجه جوه القلب، يعني صمام من صمامات القلب بايظه، والصمامات دي جوه القلب وهتضطر تفتح القلب، فلو فتحته هيخر كل الدم اللي فيه لحد ما نموت، فلازم نوقفه وننقل الدم على حاجه ثانيه تدقه بدل القلب. موتور قلب صناعي، بنعمل ايه؟ بندخل خرطوم او انبوبه في القلب، والانبوبه دي بننزلها على جيركن كبير كده، والعيان بيبقى نايم على ترابيزه عاليه والجيركن ده تحت، فبالتالي دم العيان كله يبقى موجود في الجيركن ده، وفي موتور بياخد الدم ده ويلفه تاني ونرجعه في خرطوم تاني على القلب، ونكده نلغي القلب ونوقفه لان بقى في موتور بيضخ. وممكن كمان قبل ما نرجع القلب بيعدي على الاكسجينيتور او جهاز كده داخل له اكسجين، فيبقى الدم كمان راجع مؤكسد، فنوقف الرئتين كمان، نوقف التنفس الصناعي. وبعد كده بعد ما نخلص العمليه نرجع تاني الدم للقلب ونبدا نبطل المكنه شويه بشويه والقلب يرجع يشتغل تاني. ولكن لو هعمل عمليه على القلب من بره زي عمليات الشرايين التاجيه اللي على القلب من بره، الشرايين دي لازقه على القلب من بره، ممكن احتاج اوقف القلب عشان اعرف اشتغل، وممكن اعملها والقلب نابض عن طريق اني بستعمل حاجات تثبت الحته اللي انا هشتغل فيها، فيبقى القلب كله بيدق بس الحته دي الى حد ما مشفوطه بحاجه كده عباره عن انبوبتين واخرهم ثلاث تخرام فيهم شفاط، فيشفطوا القلب قوي في الحته دي، فيبقى القلب كله بيدق ما عدا الحته دي تبقى ممسوكه شويه، فاقدر اشتغل فيها افتح الشريان وازرع عليه شريان تاني بنجيبه من الرجل.
بس الأهم من ده كله عشان عياني يتعرض للبهدلة دي. ده فيلم رعب. آه ده فيلم رعب. أنا لو جبت لك فيديو ما كناش هنعرضه. إن هو يتفتح الجلد وبعدين يتفتح العظم نصين ويتفتح جامد قوي وبعدين يتوقف القلب ويتحط على مكنة قلب صناعي لأول مرة في حياته. ما أنت قلبك ما وقفش من أول ما تولدنا. وبعدين يرجع القلب تاني يشتغل. ولازم على فكرة مكنة القلب الصناعي دي لها وقت معين، مش هفضل موقفه 30 ساعة، ده آخرنا وقت معين، ساعة نص ساعة على قد الوقت اللي القلب يقدر يستحمل إنه يعيش من غير ما يدق. لأن هو القلب متعود على طول إنه يدق ويوصل له دم منه لنفسه. فاحنا بنحاول نقطع عنه الغذاء وفي نفس الوقت نقطع عنه المجهود اللي بيعمله فنوقفه. بس ده اكيد برضو بيعتمد على سن المريض نفسه. اه بالظبط. يعني في عوامل يعني خطوره تخلي الدنيا تخرب. لو العيان كبير قوي مثلا 60 70 سنه، لا ده في خطوره. طب لو عنده سكر، لا ده الخطوره عاليه. طب لو عنده مشكله في الكلى، لا دي الخطوره عاليه قوي. طب لو عنده ضغط كمان وعنده مشاكل في الرئه وكان بيدخن، لا ده احتمال نجاح العمليه مش هيبقى كويس. وعشان كده ما تخليناش نتكلم عن العمليه، ما تخلينا نتكلم عن بدائل العمليه. هو مين اللي ممكن يعمل عمليه قلب مفتوح وازاي نحميه ويمشي بالعلاج؟ اولا اكتر سبب يخليك تشوفي مريض هيدخل اوضه عمليات عشان عمليه قلب مفتوح هو مشاكل الشرايين المغذيه للقلب، اللي هي الشرايين التاجيه، وتسمي التاجيه عشان هي لفه حوالين القلب زي التاج. بتغذي القلب من هنا ومن هنا ومن هنا. فلما الشرايين دي بتتسد او بتضيق نتيجه السجاير والسجاير والسجاير، اقعد ازن على السجاير دي، لان دلوقتي من 2008 وانت طالع في تغيرات حصلت في المصانع المصريه للدخان، بقوا يضيفوا مواد وتسمت بالاسامي كادميوم وزرنيخ ودي دي تي ومواد تساعد اكتر. حتى الناس اللي بتشرب سجاير يقول لك قبل 2008 دلوقتي تنشف الريق وتحس كده بحرقان فيها. في مواد جديده اتضافت. تشوفي دلوقتي ناس عندهم مشاكل في الشرايين وشرايين قلبهم مسدوده ويجي لهم جلطه وهو عنده 30 سنه لسه ما عندوش سكر ولا ضغط ولا كوليسترول بس بيدخن. التدخين لوحده يخرب الدنيا. صح. والسن دلوقتي بقى مبكر في التدخين. يبدا من 15 سنه بالظبط. 10 سنين تلاقيه جاله جلطه وهو عنده حاجه 20 30 سنه بيبدأ حاجه تكسر. يعني من اكبر الاسباب اللي هي بتؤدي الى تصلب الشرايين هي التدخين على راسهم. ثم السكر. في اسباب ثانيه. ثم السكر. بس الاسباب دي ما تقدريش تتقيها قوي. يعني واحد جاله السكر وجاله الضغط والكوليسترول عالي، بس السجاير اقدر اسيبها. صح. لكن الضغط ماشي، اخد علاج ضغط، السكر اخد علاج سكر، الكوليسترول اخد دواء يوطي الكوليسترول، ابطل التدخين، العب رياضه، اخس شويه، اقلل الدهون في الاكل. طيب حصلت كل المشاكل دي مع بعضها او واحده منهم الا وهي التدخين خلت شريان من الشرايين دي يضيق. يعني القلب شغال والغذاء اللي واصل له قليل، ما هو الشرايين ضيقه. فالعيان يبدا يقول لك انا مش قادر اعمل المجهود اللي كنت بعمله الاول. ازاي يعني؟ يعني لما بطلع سلم يا دكتور بتعب. تتعب ازاي يعني؟ تنهج؟ ما كلنا بننهج لما نطلع السلم. يقول لك لا بنهج لما اطلع السلم، بس لما بطلع السلم بيجي لي وجع في صدري يوقفني او لما اعمل مجهود. هو ليه بيجي له وجع لما بيعمل مجهود؟ لان القلب يا دوبك الدم اللي واصل له مكفيه. لما الشرايين تكون ضيقه والقلب يطلع سلم والواحد يسرع، القلب عايز دم زياده والشرايين ضيقه ما تكفوش وبيجي له وجع يوقفه. طب دكتور رامي بعد اذن خلال مع اتصال ايمان. الو من القاهره. اهلا بيك يا ايمان، اتفضلي. ايوه انا دكتور مفضل. اتفضلي. بس وقت يا دكتور مفضل انا عندي حاله صحيه غريبه جدا. عندي يعني حاسه ان قلبي على طول بيدق بسرعه وعلى طول مش قادره اخد نفسي. اوكي. يعني تعبانه جدا يا دكتور، وعملت كل حاجه، عملت الايكو وعملت رسم قلب وعملت كل حاجه وطلعت كويسه. اوكي انت وعملت اشعه. نعم كملي. وعملت اشعه على الرئه واختبار تنفس وعملت تحاليل الدم كلها وطلعت كلها كويسه يا دكتور، مع ان انا عندي حاله اجهاد فظيعه وحاسه ان قلبي تعبان. ممتاز. طب يعني عارفه الحاله دي يا دكتور اعمل ايه؟ اتجه فين تاني يعني؟ طيب اوكي ممكن اسالك كام سؤال؟ اتفضل. انت عندك كام سنه يا ايمان؟ عندي 36. طب كويس ممتاز. ما عندكيش طبعا اي امراض مزمنه ولا ضغط ولا سكر ولا كوليسترول؟ لا يا دكتور. ولا بتدخني او في حد تدخين سلبي؟ ما اظنش. لا. ولما بتطلعي السلم تتعبي ازاي؟ يعني تنهجي ولا يجي لك وجع؟ لا يا دكتور انا وانا قاعده يعني انا ساعات وانا قاعده مثلا على السرير عادي احس ان قلبي بيدق بسرعه. حلو. ضربات قلبي سريعه يعني. ضربات قلبي سريعه دي تقعد قد ايه؟ 5 دقائق 10 دقائق ولا تقعد طول اليوم؟ لا ممكن تقعد فتره طويله، ممكن تقعد ساعه ساعتين. يعني انت تبقي قاعده كده وفجاه تلاقي اشتغلت وقفت؟ ايوه بالظبط. لوحدها بدون سبب؟ أيوة. كم مره بقى كل يوم؟ كم مره في اليوم؟ كل يوم؟ لا مش كل يوم، ساعات ببقى كويسه قوي بس اغلب الوقت دلوقتي بقى يعني بقالي شهرين ثلاثه بتعبانه على طول. انت 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 حللتي تحليل الغده الدرقيه يا ايمان؟ لا يا دكتور تحليل هو الغده الدرقيه الوحيده اللي ما حللتهاش. لكن حرام عليك يا شيخه، هو ده اساسا ده اكتر حاجه هتعمل الموضوع ده، الغده الدرقيه والانيميا. طيب خلاص انا كنت عامله تحليل غده درقيه من فتره قريبه وكان 2.94% بس. بعد كده خدت علاج بعديها، وبعد كده ما عملتش بقى تحليل غده درقيه، خدت علاج شيخة. اللي هو طب ما انت خلاص شخصتي الموضوع. خلاص يا ايمان شكرا انا هرد عليك. شكرا. طب عيني ايمن على شكرا على اتصالك. يقول لك اكتر سبب تقريبا يعمل ضربات قلب سريعه
ضربات قلبي سريعه، مش اللي هي اطلع السلم تبقى سريعه، سريعه وانا قاعد زي ما قلت كده يعني، ابقى قاعد يعني بدون اي مجهود ولا اي حاجه فجاه حاجه كده غريبه طبعا. من اكتر الاسباب اللي تعملها غير الانيميا وغير الضغط العالي وغير انه يكون في مشكله اوريدي في القلب دي نعرفها بموجات صوتيه على القلب، ارتفاع افراز الغده الدرقيه. ده انت لازم تحطه في الفايل كده، حتى لو طلع كويس لازم تطلبه. هرمونات الغده الدرقيه، لان الهرمون ده لما بيزيد بيخلي ضربات القلب تزيد اكتر ويخلي الواحد يتوتر ويبقى مرتعش ويعرق كتير ويخس بسرعه، مش قصه بعيده شويه عن عمليات القلب المفتوح. المهم خلينا نتكلم في اللي كان شرايينه ضيقه، الراجل اللي بيدخن يعني عنده سكر، هي لازم تشوف علاج، تعمل تحليل للغده الدرقيه، وهي اوريدي بتقول كانت عامله قبل كده وتظبط وكان عالي وخد الدواء عشان يوطيه بس ما حللتش من بعدها وبطلت الدواء اكيد. لا لازم تاخده فتره طويله ولازم تتابع بالتحليل لحد ما تتاكد ان الغده خلاص بطلت تطلع الهرمون، وممكن تبطله بعدها بالتدريج الدواء ده. تمام. المهم صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام. كنا بنقول ايه بقى؟ ان الشرايين ضيقه، فالعيان يجي يقول لك يا دكتوره انا لما بطلع السن بحس بوجع يوقفني، واول ما اقف يروح الوجع، اطلع تاني احس بوجع يوقف، امشي مجهود، امشي سلم، امد بسرعه بالذات لو واكل، لان الاكل مجهود زياده، ما هو الاكل ده دم بيتضخ للمعده مع دم بيتضخ للرجلين مع واحد بيمشي والقلب قاعد شغال شغال والشرايين ضيقه، يجي له وجع يوقفه، حرقان قفشه عصره، بس عمره ما يكون نغزه، عشان لو حد سمعنا اقول لك انا بيجي لي نغزه اللي هي بتيجي لوحدها وانت قاعد، اللي قلنا قبل كده ان دي بتبقى ممكن تكون التهاب في الضلوع، التهاب في العظم، شويه رطوبه، برد، بالزبط. كلام فاضي. لكن التاني ده لو عايز يتاكد النغزه دي اونطه اطلع اجري، ولا هتزيد ولا هتقل، لكن التاني يطلع تجيله يوقف يروح. طيب معناه ايه بقى ان الشرايين ضيقه؟ معناه ان الدم اللي وصل للقلب مش كفايه، اجري بسرعه واعمل له عمليه واوصل شرايين. ايه عمليه توصيل الشرايين دي؟ بعمل ايه؟ قلنا بنفتح وبعدين القلب قدامنا اهو والشرايين ضيقه، ادي شريان ماشي اهو مثلا، ادي القلب اهو وفي الشريان ماشي عليه اكنه هو الصباع ده مثلا، والشريان ده ضيق من هنا، فانا اقوم جايب كوبري من هنا لهنا، عمليه توصيل شرايين. واجيب منين طب الكوبري ده؟ من شرايين تانية من الجسم. فين يعني اجيبهم منين؟ من الرجل. من الرجل، عشان كده تلاقي دايما اللي عامل عمليه قلب مفتوح فتحه كبيره في رجله بياخد وريد من الرجل، ربنا حطه زياده، او شريان من الايد، او شريان من من جوه نفسه، من جوه الصدر نفسه، ويزرعوها على القلب. طب هل انا كده حليت المشكله؟ ما هو اللي ضيق ضيق برضو، انت كل اللي عملته حطيت عليه كوبري، ولو فضل يعمل الحاجات اللي كان بيعملها وسدت له دي هتسد له الكوبري، ويا معيانين بعد عمليات القلب المفتوح يرجع لهم الوجع تاني. طب في الحاله دي، في الحاله دي نعمل ايه بقى؟ طب ما كنا من الاول، طب ما قلتليش ليه كده من الاول؟ هو ايه اللي المفروض يتعمل؟ المفروض يتعمل انك تظبط كل الحاجات اللي جابت لك المشكله، تبعد عن الاسباب. انت لو يبعد عن الاسباب تماما اللي هي سببت المشكله بالظبط، يعني السجاير بعدنا عنها. طب الحاجات اللي حصلت اوريدي، طب انا عندي سكر يا دكتور ابعد عنه ازاي؟ خد دواء السكر قلله. طب الضغط، خد دواء الضغط قلل الضغط. طب ضربات القلب السريعه، خد دواء يقلل ضربات القلب السريعه. ده انت بيقول لك ايه؟ ده الراجل نفسه العلماء اللي اخترعوا القسطره قال لك ده انت لو ضربات القلب سريعه والضغط عالي يبقى كده القلب بيبذل مجهود زياده، ممكن يجي لك الوجع حتى لو الشرايين مش ضيقه لان القلب بيبذل مجهود زياده. ولو انت عديت له دواء يهدي ضربات القلب، الادويه الموجوده العاديه مش ادويه بملايين يعني، الادويه الضغط والكونكور والحاجات دي، واديت ادويه تقلل ضغط الدم، فبالتالي المجهود بتاع القلب هيبقى خفيف، فالدم اللي واصل له هيكفيه حتى لو كان قليل. يعني معنى كده ان انت مجرد تظبط الحاجتين دول، النبض السريع والضغط العالي، مع الحاجات التانية بقى السجاير ودواء الكوليسترول وادويه توسع الشرايين واسبرين طبعا عشان السيوله، اصبر على العيان ده شهر ولا اتنين هتلاقيه قال لك انا مش عايز وجع خالص، انا ما كنتش ناوي اروح العمليه، انا غلطان لو رحتها. لكن لو تسرع على طول وعمل قسطره يحصل مشاكل. عشان كده لو عايزين نرتبها، طب العيان اللي المفروض جاله وجع في صدره وتاكدنا انه من القلب، قال لي يا دكتور انا لما بطلع السلم ولا بمشي مشوار ولا بعمل مجهود، انا لما بتنرفز لما بكون واكل حاجه تقيله وامشي بيجي لي وجع، اعمل ايه؟ اروح اعمل قسطره؟ بس هتتقله اول ما اروح للدكتور هيقول له قسطره. قبل ما نرتب الطرق ناخد اتصال ريهام القاهره. اوكي اهلا بيك يا ريهام، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي انا كان عندي مشكله بس. اتفضلي يا ريهام. انا سمعك، انا دلوقتي حامل في توأم كويس، وعندي طفل منهم يعني عنده الجهه الشماليه في القلب عندها ضمور كويس، فالدكتور بتاع النساء قال لي ان هو الناحيه الشمال هي اللي استفرت منها شريان للرئه للتنفس. كويس صح كده. ريهام حاولت تتصلي بينا مره ثانيه. قصه طويله. هيحتاج بقى عمليه بعد حسب الايكو اللي هنعمله بعد ما بعد يتولد الولد ده. هنشوف والعمليه دي لازم حالا بعد ما يتولد لا ولا لا لا لا. ولا بعد ما يوصل سن لا معين؟ بعد سن معين وحسب حالته لما يوصل. وبعدين انت ما تنسيش ان قلبه قد كده وهو لسه مولود، وانا دلوقتي قلبي قد كده، بتفرق من شهر لشهر يعني، ممكن حسب يحصل تحسن. في حاجات ممكن بعد الولاده تروح لوحدها، زي اللي عندهم ثقب في القلب يتقفل لوحده، اصبر عليه يتقفل لوحده، او اللي عنده وصله شريانيه
بيبقى بين شريان وشريان ربنا خالق وصله، وربنا بيبقى خالق خرم في القلب واحنا جوه بطن امنا، فالحاجات دي بتتقفل لما نتولد. ساعات ما بتتقفلش ويتولد الولد بثقب في القلب، اصبر عليه حسب الثقب وحسب مكانه، خاصه الثقب اللي بين البطينين. ممكن نبقى نفرد له حلقه لوحده المشاكل اللي بيتولد بيها الاطفال، بس بعضهم بيتعالج. لكن حاجه زي كده اول ما يتولد نعمل له ايكو ونطمن ان القلب ما فيهوش مشاكل، هل فعلا المشكله اللي الدكتور بتاع السونار شافها؟ لانها مش هتبان قوي زي ما يبقى الطفل نفسه قدامنا، ونشوف ساعتها اذا كانت هتمشي جراحه ولا هنعمل ايه. احنا معانا بعد اذنك دكتور ميرفت من القاهره. ماشي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اشارك معاكم؟ طبعا اتفضلي. اتفضلي يا حاجه ميرفت. انا عندي 60 سنه حبيبي. حلو قوي، ممتاز، ربنا يديك الصحه. نباتيه على الاخر. حلو ممتاز، يعني ان شاء الله ما عندكيش كوليسترول. اي لحوم ولا سمك ولا بيض ولا لبن. طيب دي حاجه ممتازه بس مش قوي كده يعني. طب وبعدين ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله؟ طيب المشكله لما باجي، ايوه، مثلا وانا قاعده دلوقتي ضربات القلب جديده. اوكي. وبعد كده في حاجه الصبح بدري بتبقى في الرقبه، وبعد كده حاجه زي حجر، بعد كده بتنزل شويه 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 لغايه ما تنزل للمعده. طب استني بقى، اسال ما ينفعش ما بقدرش اخد نفسي. طب اوكي ممتاز، يعني انت لما تطلعي السلم تنهجي يا حاجه ميرفت شويه يعني، ويجي لك وجع مع النهجان ولا بس نهجان؟ لا النهجان. لكن ما تحسيش بطوبه، حجر، قفش، حرقان، حاجه كده تطبع؟ لا، وانا قاعده بحس قايمه من النوم، بحس ان في حجر في رقبتي. يعني ممكن تقومي من النوم على كرشه نفس، تقومي من النوم مخنوقه؟ طب اوكي، وضربات القلب السريعه اللي بتحسيها دي بتبقى منتظمه ولا متلخبطه؟ لا متلخبطه بس ممتاز. نعرق خالص. ممتاز، شكرا شكرا، ربنا يخليك يا حاجه. تابعيني يا حاجه ميرفت، بشكرك على اتصالك. اكتر سبب يعمل نهجان في السن الكبير هو الضغط العالي 100% 100%. يعني الاعراض اللي بتقولها دي ليها علاقه نهجان بالضغط العالي. بص اقول لك بقى كلمه من الاخر كده عشان نقفل موضوع النهجان ده. 90% من الناس اللي بتنهج فوق سن 40 50 سنه ماشيين في الشارع سبب النهجان هو الضغط العالي. بس نهجان لوحده كده يجي ولا نتيجه حتى لو بذل مجهود بسيط؟ لا، ما هو النهجان في الدور التاسع ده مش نهجان، ده نهجان عادي. لكن النهجان بينهج لو مشي شويه، لو راح الحمام، لو طلع نص دور، يبقى كده بينهج. وليه عيان الضغط العالي بينهج؟ عشان نفهمها برده، مش القلب بيضخ الدم وقصاده ضغط مظبوط 120 80 مثلا؟ طيب بقى قصاده ضغط 160 180، بدل ما بيضخ بالراحه كده بقى يضخ ازاي؟ بيزق بالعافيه، بيبذل مجهود ما بيبذلش، بيبذل مجهود رقم واحد جامد. رقم اثنين اكنه بيلعب حديد بيزق، فتلاقيه تضخم، تروح تعمل اشعه يقول لها انت عندك تضخم في القلب. رقم ثلاثه ينقبض كويس وما يعرفش ينبسط كويس، تروح تعمل موجات صوتيه على القلب يقول لها عندك قصور في انبساط القلب. 90% من الناس اللي عندهم 40 50 سنه تلاقي مكتوب دايستوليك ديسفانكشن او قصور في انبساط القلب، يعني القلب بينقبض بس ما ينبسطش كويس. طب فيها ايه يعني لما ما بينبسطش كويس؟ طب ما هو لما بينبسط بيسحب الدم اللي في الرئه عشان يضخه للجسم. طيب لا عارف يسحبه، ما بينبسطش كويس، وبيجي يضخه قدامه مقاومه، يبقى الدم اللي بيتركن في الرئه ده شويه 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 شويه، الرئه المفروض ما يبقاش فيها دم، المفروض يبقى فيها هواء. وليكن ان الرئه كلها هواء، الرئه اللي بتاعت الانسان الطبيعي البالغ فيها حوالي نص لتر هواء وفيها شويه دم صغننين اللي هم في الشرايين. لو بقى كلها دم او ميه، يعني ما الدم ده نص ميه وبقى فيه شويه هواء قد كده، فالعين يضطر ينهك. طب نعمل ايه؟ نديله ادويه تنزل الميه، بس الاهم انك تديله ادويه تقلل الضغط وتديله ادويه تبطئ القلب. اللي بيحصل ان بعض الناس دول بيحصل لهم حاجه اسمها ذبذبه اذينيه، يعني القلب كمنه مش قادر يزق فبيركن الدم وراه في الرئه. قبل الرئه في اوضه اسمها الاذين، نبقى نجيب صوره مره. الاذين ده وظيفته انه بيطلع كهرباء للقلب، فلما يتملي دم قوي يتراكم الدم فيه يتذبذب، ولما يتذبذب العين يحس ان ضربات قلبه سريعه فجاه. دي غير ضربات القلب السريعه بتاعت ايمان، ضربات القلب السريعه في السن الصغير اكتر سبب ليها ارتفاع افراز الغده الدرقيه والانيميا، عشان كده قلنا نعمل غده درقيه. لكن واحد عنده 60 سنه ماشي نبقى نعملها غده درقيه لو معانا 100 جنيه كده على جنب نبقى نعمله، لكن السبب الاساسي الضغط العالي. وافكر في الاي اف او في الذبذبه الاذينيه، وممكن لو مش عارف اعمل لها رسم قلب اثناء الذبذبه في جهاز اسمه رسم قلب 24 ساعه بنسيبه معاه ونجي لها ثاني يوم وتبات بيه وتيجي نشوف اذا كانت ضربات القلب اتلخبطت ولا لا، لان في خطوره لو تشخص ان في ذبذبه اذينيه او ضربات قلب متلخبطه برسم القلب ال 24 ساعه لازم العين يمشي على ادويه سيوله عشان ما يحصلوش جلطات، لان اثناء ما الاذين بيعمل كده الدم اللي جواه ما بيتحركش غير لما كان بيعمل كده. فالدم ده لو ركض واتجلط، في قاعده بتقول ان الدم لما يركض يتجلط، لو جبنا نقطه دم وسيبناها على الترابيزه هتتجلط. طب ولو اثناء الذبذبه دي حصل جلطه وبعد كده القلب رجع يشتغل فالجلطه راحت، يحصل شلل، مشاكل لا قدر الله. فلازم رقم واحد يكون بياخد اسبرين، ورقم اثنين ياخد ادويه سيوله اللي هي الوارفرين او الماريفان، ده لو تشخص انه عنده ذبذبه اذينيه
وهي لخبطه في ضربات القلب يشعر بها المريض ويعمل رسم قلبي يلاقي عنده حاجه اسمها اي اف او ذبذبه اذينيه وغالبا بتكون سببها الضغط العالي في السن الكبير. دكتور رامي للاسف وقت فقرتنا انتهى، بشكرك لوجودك معانا بس ان شاء الله لينا لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله. وانا عامل يعني نصايح وفوائد، لو دخلتي على النت تكتبي دكتور رامي اسماعيل هتلاقي نصايح وحاططها بحيث للناس اللي عندهم ضغط او حاجه واحده زي الحاجه ميرفت. يشرفني جدا جدا ان انا اتقابل، بشكرك وسعيد جدا بالحلقه دي يا مدام. احنا اسعد.